الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع لم تمنع هؤلاء من مواصلة التعليم، ورغم آلة القتل التي حصدت الكثير من المدنيين إلا أن روح العلم حية لم تمت بعد. فصول دراسية مزدحمة لكن فيها فسحة لتعليم فتيات المدينة، ما يبعث للآخرين رسالة واضحة أن العزيمة والإصرار هما الموقف الثابت الذي لا يمكن أن تغيره المدافع ورصاصات القناصة. همة عالية وشغف كبير في محافظة تعد هي الأولى في التحصيل العلمي بين محافظات البلاد، ولعل استمرار الدراسة في ظل ظروف الحرب إلا دليل على أن الأمل في إعادة تشكيل هوية المدينة ما يزال موجوداً. إيمان هؤلاء الفتيات بالتعليم يترك صورة ذهنية مفادها أن التعليم هو وسيلة مثلى وأجدى لبناء الأوطان وتجاوز مخلفات الحرب التي تعيشها البلاد منذ أن أشعلتها الميليشيا قبل أكثر من 10 أشهر. يعني للظروف التي تواجه بها اليمن من حرب، وبس لحنا نتعلم لأن كل دولة متطورة بدأت بالتعليم ليس بالمال ولا شيء، ولحنا بنأمن اليمن بالتعليم وبثقافة نحن، وإن شاء الله لحنا نلقي الصاعد الذي بيعمر اليمن. ورغم النقص الكبير في كادر التدريس إلا أن هناك من يدرس في أكثر من مدرسة بشكل تطوعي لدعم سير عملية التعليم في مدينة أنهكتها حرب الميليشيا والمخلوع. كطبقة مدرسين طبعا أنت تعرف من الوضع الحالي في اليمن، أو خاصة في التعز مع الحصار والأزمات الحروب المستمرة اللي حصل الآن مدة 10 أشهر، أدى إلى حدوث أن المدرسين منهم من بقى في المدينة ومنهم من نازحين للأرياف بقوا منازحين في المدن الأخرى. فأصرينا أن لازم تفتح مدارس، هذه المدارس يمكن تكون كبيوت كشقق، وفي مدارس فتحت اللي كانت مش موجودة في بيت كانت عسكرية. طبعا أنا كوني كمدرس لاحظت أنه في مدرسين في نقص من المدرسين. هنا للطالبات حكاية مريرة وشعور ممزوج بالمعاناة والتحدي نتيجة الواقع الذي تركته حرب الميليشيا في نفوسهن وابتعادهن عن أهلهن. أريد أن أوجه مثلا رسالة لكل العصابات المتمردة التي تحارب العلم وتحارب نحن عدم التعليم، لكننا سوف نصمد أمام كل هذا. صورة كاملة عن يوميات الحرب التي تعيشها تعز، فمشوار التعليم بالنسبة للفتاة في ظل هذه اليوميات أصبح مخاطرة كبيرة بسبب الموت الذي ينتشر في أحياء المدينة. يقتلوا جيراننا ويقتلوا الناس جميعا، لكن احنا اجدادنا